فنتخيل ان اي سلعه احنا بتجيلنا, يعني انا معلش انا هقول لك ببساطه شديده, الالم ده لما يعني بيبقى محسوب تكلفته, محطوط فيه كل حاجه, تكلفه الانتاج وتكلفه النقل او الشحن اللي بتيجي من بره, فلما تكلفه الشحن لوحدها تزيد 3 اضعاف ما طبيعي هتسمع في السلعه. جنبا الى جنب مع ده موضوع التغيرات المناخيه, وابتدت تحصل مشاكل في عدد من المناطق, ويمكن احنا شاهدناها السنه دي, اكيد كلنا شعرنا الشتاء اللي جه السنه دي غير مسبوق, فده ابتدى يعمل مشاكل حتى في المنتجات الزراعيه, فده ادى برضو لارتفاع بعض السلع على مستوى العالم. انا بتكلم هنا على العالم كله, ومصر جزء من لا يتجزأ من العالم. فكل ده ادى الى اضطرابات في الاسواق وارتفاع في عدد من السلع, وده يمكن مع كل اللي كان بيحصل ده الدولة كانت بتشتغل على جهد هائل على توفير كل السلع, وان احنا ما نخليش المواطن يشعر للحظة ان في نقص في سلعة واحدة, وده الحمد لله اللي حققناه في وقت العالم كله, وحركم اكيد عارفين دول كثيرة ودول متقدمة كان فيها سلع اساسية مش موجودة, المواطنين كانوا بيقفوا بالطوابير عشان ياخدوا سلع اساسية. احنا الحمد لله ربنا كرمنا بالتخطيط الجيد وتأمين الاحتياطيات بتاعتنا من السلع الاساسية على الاقل لتلات او اربع شهور قدام على الاقل, وفي حاجات بتوصل لاكتر من 6 شهور, ما حسسناش المواطن باي نقص في اي سلعة رئيسية. لكن لازم نبقى واخدين بالنا ان غصب عننا الزيادات اللي بتحصل في اي سلع في الخارج بتأثر علينا بصورة او باخرى. ولكن حتى مع ده انا حدي بس لحضراتكم 3 امثلة. الناس كلها طبعا والواحد بيشوف بعد يعني يتكلموا على زيادة اسعار الوقود, وان احنا حصلت زيادة واستغلينا حتى كانت ماتشات الكورة وزودنا, ويعني الواحد دايما بيشوف الدعابات والمرح اللي بيبقى موجود في الشعب المصري. لكن انا عايز اقول لحضراتكم ان الزيادات اللي حصلت في الوقود في مصر حتى في ظل الجائحة بنتكلم في حوالي 9.7%, دي الزيادات اللي حصلت مع بالرغم من الارتفاع الكبير جدا في اسعار الوقود. طب الوقود عالميا زاد قد ايه؟ 54%. يعني الدول اللي كانت محررة سعر الوقود قبلنا زادت فيها اسعار وصلت ل 54%.